راتب الرعاية اللي أنا هسه جاي أسلمه راتب 175,000، أنا قاعد إيجار ب 150,000 يضل 25,000، 25,000 مواليدة، أطلع أشتغل عمالة باليوم أشتغل لي ب 10,000 أعيش بيها نفسي وعائلتي، حفاضات، حليب، مصرف، أكل، شرب. زين إحنا شلون؟ إحنا نطالب بزيادة رواتب الرعاية. اليوم الرعاية إذا زيدونا إياها على 250 أنا أعيش ملك، ما أتعب على نفسي، ما أتعب على نفسي وأطلع أشتغل يومية. 250,000 إيجار، 150,000 ظل 100,000 مصرف شهر كامل أنا تكفيني. هم ما راح يزيدونا إياها أكيد، بس إحنا عم طالب بزيادة 250,000، هي المفروض تصير 350 إلى 400,000. الرعاية إلى 400,000 500,000، لأن اللي عنده كيكارت ما رعاية هذا لو مريض، لو عاطل عن العمل، لو ما يشتغل. أنا لا موظف ولا عندي سيارة حديثة ولا عندي بيت باسمي، أنا قاعد إيجار، يعني أنا أستحق الرعاية. فأنا أطالب من الحكومة اليوم بزيادة رواتب الرعاية. أنا أستلم 175,000، ترى أكو غيري يستلم 125,000. والدي عنده راتب رعاية، راتبه 200,000، ونحن ما تكفينا الرعاية، نراد لنا مصرف. نحن تقريبا 9 نفرات، ونحن مثل ما يقول راتب أبوي قليل، نحن زيادة راتب أبوي من الرعاية عساس يزيدونا وما زيدونا لحد الآن. يعني حكومة صار له 4 أشهر 5 أشهر عساس يزيدون راتب رعاية وما زيدونا لحد الآن. أحكي لك إياه العدل ما يكفينا الراتب، والله يجي من هوني يطير من هوني. راتبي 530 يكفي؟ لا والله ما يكفي. عندي 4 5 ولاد و4 بنات، والله الطباقة الحب مال القلب 26,000 مال القلب. والله احنا ما شاء الله بلد نفطي، بس ما دعنا نشوف كل شيء من النفط، النفط هو جايب لنا البلد. هذا البقى من الراتب 35,000. لا خلق تستلم الراتب يوم 6 بالشهر، يوم 6 استلم، ايه، وفيت الدي اخذ منهم بدينا على الراتب وظل هذا اللي بجيبي. المفروض كل متقاعد مليون، يلا يسد الحاجه. راتب يعني رعايه 275، ما يكفينا يعني مصرف، مولده، كهرب، ما يكفينا، والاستقاعد همين نفس الحاله، يعني ما يكفي الراتب. المفروض يسوونه بال 700 800 هيك، والرعايه بال 500. اي والله والله ما يكفينا يابا، بتدوب يلا مفرين يعني مصرف شو اسمه ما يضل زاد لراس شهر تدين.